دلني على الطيب خمسة. هذا المعرض يحق له أن يسمى معرض العطور النيش، نيش بالعلامات التجارية المميزة اللي موجودة، نيش لأنه مميز على مستوى فخامته وإطلالته. المكان هذا مكان حاملي مسك. الشركات اللي حنا مستقطبين في دلني على الطيب كلها على مستوى واحد من الجودة، وكلها متنوعة ومتغايرة بيناتها. فبالتالي أنت لما تمر بالممر وتشوف الشركات اللي موجودة، كل جناح بيتميز بشغلة جديدة، وكأنك تنتقل بين معارض كثيرة من العطور. هنا الانتقاء لما يكون فريق التسويق في معرض دلني على الطيب حريص على انتقاء المشاركين، تكمل الروعة والجمال. فحياكم الله في دلني على الطيب الخامس من الساعة الرابعة عصر اليوم. يا هلا والله وغلا.